الفاسد البجح بتلاقيه عافي، هي فين الباب علينا؟ انت ممكن تقابل الشريف فيقول لك بس انا ماليش في الخناق، هاتولي فلان وفلان التحقيق. اما محدش نافذ قراري يبقى هدمني وكسرني وكسر عيني. اجي لما ازعل حد تاني يقول لي انت ما بتجيش غير على الضعاف، اوعى اسمي يتمضى هيتنفذ وعلى جثتي، ابقى دارس انا رايح فين بالقرار ده، ابعاده ايه، ايجابياته ايه، سلبياته ايه، توابعه ايه، على كل المستويات توابعه ايه وتبعاته ايه، على كل المستويات، المجتمع الموسيقي، المستوى السياسي. شايف المشهد من فوق. انا لما طلبت منك دلوقتي قلت ارجو تدخل الاجهزه الرقابيه. في امور انا ما ينفعش اطلبها من البلد، في حاجه دلوقتي اقول لك ايه، سيب البلد باللي هي فيه. صح. اما اجي مثلا لو انت قاعد مع راجل نقيب عبيتي يقول لك ايه، يعني انا بتمنى الدوله تساهم في الفن دلوقتي وتساعدنا في احياء حفلات ليالي اضواء. اقعد يا عم دلوقتي، اقعد يا عبيط، اقعد. انت اللي ما بيشوفش من الموبايل بيبقى اعمى. صح. مش عشان تطلع تملى ماده في الميه او ماده برنامج تطلع تقول ما ليس في قدره هذه الدوله دلوقتي. الدوله دلوقتي عايزه تجيب مم، عايز انت تعمل حفلات، دور على رجال اعمال تساعد معاك وانت تساهم بقدراتك النقابيه وبعلاقاتك الطيبه مع الفنانين، واطلع من لكل مقام مقال. لما اطلب منك مسانده اجهزه الدوله الرقابيه للقضاء على فساد، غير لما اطلب منك دلوقتي ماديات من الدوله في الظروف دي. خليك عارف انت بتقول ايه عشان حتى الناس لما تسمعك ما تقولش ده استاذ هبلانه طالع يقول اي حاجه. كل وقت وله ادانه. قلنا الكلام ده وقت ما كانت فيه العالمين وما كانتش الازمه تفاقمت كده، وقلت يا ريتكم كنتوا جيتوا ونسقناها مع بعض، عشان كنت عايز اعمل مهرجان لان كان المناخ بيساعد. وقت ما يجي داخل عليا الصيف بلدي تعدي الكبوه اللي احنا فيها دي ان شاء الله يا رب يعديها على البلد. لا في كبوه، احنا هنكابر ليه؟ انت في ازمه والازمه كلنا بدأنا بيها، لان الازمه دي إن ما طالتكش هي طالة قريبك وأهلك وناسك ومجتمعك وهزاك ووجعاك ومخوفاك من بكرة. كل اللي نملكه دلوقتي بقدرتنا إن إحنا ندعو إن ربنا سبحانه وتعالى يسلم زي ما سلم في كتير وسلم في أكبر من كده. وإن لو الواحد ليه يد في إنه يكون سفير لبلده في أي حتة، أنا تحت أمر بلدي. جينا عبرنا إن شاء الله الأزمة مثلا وداخل أنت على سيزون وعرفت إن في حفلات ولا في بتاع، يلا اعرض مجهوداتك، احلم هنا في وقت، في وقت لاحلامك طبعا، وفي وقت لاتخاذ القرار، في وقت للمطلب. ما تجيش تطلب مني اي حاجه في اي وقت. انا طبعا والله تاني يعني يمكن استاذ مصطفى حلف كتير على حاجات كتير، وانا والله بحلف بالله واقسم ان ما عايز هذا الحوار يخلص ولا عايزه ينتهي، ولا عايز اسيب هذا الرجل الجميل الفنان الموهوب مصطفى كامل ولا اقفل الحوار، لان عندي كتير جدا وهو عنده الاكتر والاكتر والاكتر يحكيه. كنت عايز اروح بيكم لمصطفى كامل، بدا ازاي وعاش ازاي واهله وناسه وشرعه وازاي، يعني قصه طويله كنت عايز الخصها لكم، لكن بطلب من الاستاذ مصطفى بعد ما الامور تهدى، هو من شويه قال البلد تهدى، انا بقول له لما الامور تهدى عنده والظروف تسمح يوعدني بحوار تاني معاه، واكيد هحاورك تاني جاي هاجي تاني، لاني نفسي اقعد معاك اعرف الوجه الاخر لمصطفى كامل. ما عنديش وجه اخر، لا ما اقصدش الوجه الاخر اللي هو وجه المستخبي، انا بتكلم عن مصطفى كامل الانسان، مصطفى كامل اللي بينزل. اريحك عندي مصيبه. انا ما عنديش وجهين. خلي بالك اللي انت شفته ده هو ده اللي مع اولادي ومراتي، وهو ده اللي مع امي واخواتي ومع الناس. اقسم بالله هي انا بعبلي كده زي ما انا كده، حياتي كلها كده، لغتي كده، مع اولادي كده. اما باجي اتكلم كل اللي كلمتك فيها يا استاذ سامي في ربنا وفي العدل وفي الرجوله، بحب ازرعها في فتح ابني، عارفين، وبحب اتفرج على كل المشاهد دي ومن زمن الزمن، من هو طفل كده كنت اخده من ايده كده واحنا بنلف بشنط رمضان واروح مشايله وهو مش قادر يشيلها، اقول له شيل، هتدخل لعمه ده توصل رساله تديها له. طبعا وهو طلعه كده. فما فيش وجهين، خلي بالك على فكره ما قصدتش وجهين،
انت اقصد حكايتك حكايه مصطفى هي دي الحكايه اللي جه من مصر القديمه وعمره 18 سنه ودخل في جامعه القاهره وانطلق على وش صغير هو ده خلي بالك ما تغيرش. مش هتلاقي وهو الواد ده هو الواد ده واد محمل بموم بتاع مكمله بص مكحره الدنيا قتلته الدنيا فرمته بس انت شايف نفسك احسن حد طبعا ومصدق ان ليك ليك رب كريم طبعا وبتحترم ابوك جدا عشان كده اللي انا بحبها في اولادي انا ما عايشش حياه الفنانه سامي انا مش فنان في البيت هنا مفيش حياه الفنان دي خالص مصطفى الاب وهم اتعاملوا معاك والصديق وقال لهم الفن ده سجاده وارد في ثانيه كده تروح معموله كده اتسحبت تعود على البلاط وعيشه وتاقلم ان شاء الله النقابه وجعت قلبك هل بترشح تاني بعد انتهاء ولايتك انا ما عنديش تفاؤل ان انا اعيش الثلاث سنين هتعيشه اكتر والله يعني ما عنديش تفاؤل ده يعني ما عنديش انا دايما مراتي تزعل مني تحديدا هي ونور بنتي الصغيره لما اجي اقول لها خلي بالك من نور تقول لي مصطفى انا دايما ما توجعش قلبنا لا انا ما عنديش النظره بتاعت هعيش واكمل وراهن دلوقتي على الجمعيه العموميه عشان كمان اربع سنين ما عنديش النظره انت ابني يومك يعني انا ابني يومي ومؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى عشان كده بخافه قوي بقيت خايفه قوي اكتر كل فتره بتعدي من عمري بقيت بخاف منه اكتر بتخاف من الموت بخاف من ربنا يعني كل فتره بتعدي من عمري بقيت بخاف من ربنا اكتر من اللي قبلها لان مؤمن خلاص العداد بيخلص العداد ربنا يديك الصحه حبيبي لكن انا لا بتاع رهان سنتين ولا سنه ولا ثلاث سنين ونص انت ماشي في طريقك اقسم بالله اقسم بالله بيعدي عليا اليوم دعوتي في صلاتي يا عم سامي اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك لان انت مؤمن ان تحت الارض دي وارد تبقى كمان ساعه زمن نعم صحيح فيش ختام احلى من كده ولا ختام اروع من كده اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ختام رائع من فنان كبير وجميل الى اللقاء في حوارات اخرى مع وعد بلقاء تاني قريب بعد شهر 2-3-4 لما الظروف تسمح والفنان والنقيب والمطرب والملحن والشاعر مصطفى كامل يسمح احنا جاهزين شكرا حبيبي يا سيدي نورتني سيادة النقيب نورتني شكرا جدا جدا